خلاص بنتكلم ان ابطال مصر في كل لعبه اكيد بيستعدوا لاكبر محفل رياضي، اكيد اولمبياد طوكيو هو الحدث الاكبر. من ضمن اللعبات دي الكاراتيه اللي تاهل منها 5 مصريين الحمد لله. هنتكلم اكيد عن استعداداتهم مع كابتن محمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه المنورنا دلوقتي، والرحله نفسها كان شكلها ايه وما هو قادم باذن الله اللي عايزينه يكلل بالبطولات والميداليات. صباح الفل على حضرتك. اهلا صباح الخير. اهلا كل فندم سعداء بوجود حضرتك معانا. اهلا وسهلا. احنا اسعد. اهلا وسهلا. ما تخلينا بعد اذن حضرتك نبتدي بالنقطه اللي ذكرتها نهاوند في تقديمتها لحضرتك، فكره ان عندنا 5 لاعبين مصريين تاهلوا بالفعل لاولمبياد طوكيو. اوزان مختلفه، انواع مختلفه من الكاراتيه ما بين كوميتيه وكاتا، ولا الدنيا مشيت ازاي مع طبعا احنا بقالنا اكتر من 3 سنين بنستعد للاولمبياد، ومشوار طويل جدا وكفاح مع اللعيبه واولياء الامور والسفريات ومع الوزاره ومع اللجنه الاولمبيه ومعسكرات دائمه، وفي حاجه اسمها رانك الاتحاد الدولي كان عامله عشان مين هو يوصل للاولمبياد. فطبعا في عندنا كان 3 سنين دول كانوا صعبين جدا على الاتحاد، ان في سفريه كل 3 اسابيع عشان اللعيبه تتاهل وتجيب نقطه زياده ونقط زياده، سواء كان الرانك اللي هو الدوري العالمي بريمير ليج او سيريس اي تبع الاتحاد الدولي او البطولات الافريقيه. فكان طول السنه على الاقل 12 سفريه للاعبين الموجودين عندنا في منتخب مصر. الحمد لله رب العالمين استطعنا العام الماضي ان احنا جيانا فاروق تحصد مركز في الرانك وتوصل للتاهيل الحمد لله من العام الماضي، وكانت جابت ثاني عالم في الترتيب العالمي بتاعها اللي هو الاولمبي الحمد لله رب العالمين. ده العام الماضي. هذا العام تم تاهيل علي الصاوي ايضا، ده في الكوميتيه، وايضا جانا فاروق في الكوميتيه، وعلي الصاوي تاهل في البطوله اللي قبل السابقه في شهر مارس الماضي الحمد لله رب العالمين. كانت اخر بطوله مؤهله كانت بطوله باريس المفتوحه كانت هذا الشهر، تاهل من عندنا في ريال اشرف لعيبه كوميتيه ايضا في البنات، وعن طريق الرانك الافريقي تاهل عندنا 2 اللاعبه رضوى السيد واللاعب عبد الله ممدوح. كده يبقى الاتحاد المصري للكاراتيه المفروض الكوتا بتاعتنا في الاولمبياد 3 موازين بنين و3 موازين بنات، يبقى دي 6. كل ده منافسات الكاراتيه في الاولمبياد. احنا الحمد لله حصدنا على 5 مقاعد من الـ6 بالنسبه للكوميتيه. الكاتا طبعا لسه مشوارها طويل شويه، فما كانش في نصيب لان في مقعد واحد كاتا بنين ومقعد واحد كاتا بنات. فكده الكوتا بتاعت مصر الحمد لله في 5 لاعبين يتاهلوا، وده اكبر انجاز في تاريخ الاتحاد المصري للكاراتيه او في الالعاب الرياضيه عامه الفرديه، في 5 الحمد لله من مصر وصلوا الحمد لله للاولمبياد، وربنا يسهل ان شاء الله ويحققوا مدينه. جميل جدا باذن الله. عايزين بس نروح لتفاصيل اكتر، المعسكرات المختلفه بقى، وهل هيبقى في لعبه مثلا مع مدارس اوروبيه مختلفه استعدادا؟ يعني خلينا ننقل الصوره دلوقتي. هو طبعا احنا طول السنه اللي فاتت في السفرات دي كلها في معسكرات بتتم خلال البطولات الدوليه الموجوده السابقه، وكان في معسكر في اليابان قبل كده طلعوا اللعيبه السنه العام الماضي قبل كورونا، لكن لما حصلت كورونا اصبح المعسكرات الخارجيه فيها صعوبه طبعا. لكن احنا استطعنا شهر مارس ان احنا نعمل، او شهر فبراير بالذات ان احنا نعمل معسكر في روسيا للاعيبه جيانا فاروق وعلي الصاوي الحمد لله رب العالمين بصفتهم كانوا تاهلوا، فعملنا لهم معسكر خارجي. لكن دلوقتي كل المعسكرات داخليه، يعني على سبيل المثال في جهاز كامل مع جيانا وعلي الصاوي لانهم تاهلوا قبل كده، موجودين في المعسكر ده في الاسكندريه في الاكاديميه البحريه، ومعسكر اخر في المركز الاولمبي للـ3 لاعيبه التانيين بجهازهم الخاص بتاعهم. كل فرقتين دول كل فريق له جهاز خاص بيه سواء بدني او مهاري، وبرضه تغذيه واصابات ملاعب وكل شيء موجودين اجهزه كامله لهم. جميل. طبعا اكيد متوقعين هيكون في منافسه شرسه وقويه جدا في الدوره الاولمبيه القادمه، فبرضه فرصه نعرف من حضرتك اقوى المنتخبات او اقوى يعني اللاعبين واللاعبات في الكاراتيه على مستوى العالم عموما، واللي بطبيعه الحال اكيد هيكونوا متواجدين في الاولمبياد. هو طبعا الكاراتيه لعبه كبيره جدا ومنتشره على مستوى العالم طبعا. والابطال فيها كبار. احنا مصر طبعا مصنفه من ترتيب الـ4 الاوائل على مستوى العالم فعلا في المربع الذهبي. عندنا الاساس المنافس الحقيقي عندنا طبعا دوله اللي فيها البطوله اللي هي اليابان، اساسا هي الدوله المشهوره اساسا او فيها اكبر عدد من اللاعبين في كل الاوزان الموجوده سواء كاتا او في الكوميتيه. وبعدين يليها عندنا فرنسا وعندنا ايطاليا دوله قويه جدا، عندنا اذربيجان ايضا من الدول القويه في الكاراتيه، وان شاء الله في الالعاب القتاليه بشكل عام الحقيقه في الكام سنه الاخاره يعني. بالظبط. اذربيجان فعلا في الالعاب القتاليه موجوده بقوه جامده وشرسه، وتركيا موجوده ايضا بقوه كويسه موجوده ولها ثقل دولي موجوده، ايطاليا موجوده، فرنسا، دي كلها دول منافسه لنا. لكن ان شاء الله احنا بنوعد الدوله ان احنا ان شاء الله يكون لنا نصيب برضه في الاولمبياد ان شاء الله.
طب يعني كابتن محمد، دلوقتي لو هنتكلم عن ملف مصر من الاتحادات الدوليه بقى، يعني هل نقدر نقول ان فكره تنظيم مصر البطولات المختلفه اثقلت من حجم مصر او من وضعها؟ يعني احنا شفنا وبنشهد كل يوم تطوير، ويمكن انا وكريم كان معانا خبر خاص بده في الانترو، فيعني حاجه بجد جميله جدا احنا نشوف ده. احنا الحمد لله يمكن اتحاد الكاراتيه بالذات مشي السنه اللي فاتت بخطه كويسه جدا، وعملنا بطولات كلها النشاط المحلي داخل مصر، خميس اربع خميس وجمعه من كل اسبوع في كل محافظات مصر. ترتب علينا، احنا كنا بنرفعه على موقع الاتحاد الدولي، ففعلا الاتحاد الدولي اشاد ان الدوله الوحيده في العالم اللي النشاط شغال فيها طول السنه هو كان الاتحاد المصري للكاراتيه، او بمعنى اصح جمهوريه مصر العربيه. النشاط الدولي اللي تم هنا ساعد فعلا ان احنا طلبنا من الاتحاد الدولي يعمل لنا بطوله دوليه، فوافق لنا على بطوله سيريس ايه في شهر 6 العام القادم ان شاء الله داخل مصر، وده دوري عالمي ايضا موجود في مصر باذن الله تعالى. بل بالعكس، طلبت منه وانا موجود معاهم في باريس الاسبوع القبل الماضي ان احنا نعمل بطوله برايمر ليج في شهر 9 هنا في مصر، بطوله دوليه اللي هو الدوري العالمي، غير اللي هي بطوله في شهر 6. لا، استعجلت بطوله ثانيه كمان طلبت استضافتها، وفعلا الاتحاد الدولي وافق لنا فعلا على ان تقام بطوله الدوري العالمي في مصر في الفتره من 3-5-9 في هنا في القاهره باذن الله تعالى. اول مره يحصل، اول مره طبعا هذا الوضع. سيريس اول مره تيجي، برايمر ليج جت من 4 سنين ومنقطعه عن مصر، ولكن الحمد لله استطعت بعلاقاتي مع الاتحاد الدولي ونظرة الاتحاد الدولي لمصر ان هو وافق فعلا على إقامة بطولة الدوري العالمي في مصر في 3-9، لأنه طبعا عرف ان مصر الحمد لله آمنة ومصر شغالة كويس جدا، والبطولات الدولية اللي تمت فيها او الدوري العالمي اللي تم او كأس عالم اللي تم ساعد على فعلا ان يبين صورة كويسة لمصر، ويظهر مصر انها برضه وجهة مشرفة وتقدر تستقبل بطولات دولية. والحمد لله في لجنة دولية من الاتحاد الدولي جاية هنا مصر يوم الثلاث، يوم الخميس والجمعة والسبت، عشان تتفقد الملاعب وتتفقد الفنادق عشان تدينا التصريح الموافقة النهائية. وكان في مقابله امبارح مع معالي وزير الشباب والرياضه، ومشكورا وافق على استضافه البطوله داخل جمهوريه مصر العربيه. ده احنا كده فاضل لنا مش اكتر من بطولتين ثلاثه ومصر تبقى عاصمه العالم رياضيا. بالظبط، حقيقي. والحمد لله ايضا تواصلنا مع الاتحاد الافريقي في بطوله شمال افريقيا، هتقام في شهر اغسطس هنا في شهر 8 في اسكندريه لخمس دول، بخلاف مصر يبقى 6 في شهر اغسطس ان شاء الله في قلب اسكندريه باذن الله تعالى. وفي بطوله افريقيا ستقام في شهر ديسمبر في الفتره من 20 ديسمبر في قلب القاهره ايضا، هيجي فيها على الاقل 22-23 دوله. فبالتالي في جمهوريه مصر العربيه النهارده بالنسبه للكاراتيه في 4 بطولات دوليه هذا العام، وده انجاز كبير جدا يحصل في حد مصر. ومش فكره بس حضرتك بتنظم بطوله وخلاص، لا، حضرتك بتنظم بطوله وبتخرج هذه البطوله بشكل محترم، وكمان ما بيبقاش في اصابات ابدا في ظل الكارثه الدوليه او العالميه اللي احنا بنشوفها. طبعا هو طبعا يعني توصيات ذاته كبير. توصيات معالي الوزير دايما ان البطوله لازم تليق باسم مصر، عشان تتعمل لازم يكون فيها افتتاح يليق باسم مصر كده. ولازم برضو النتائج بتاعتنا يترفع فيها علم مصر، عشان خاطر برضو يبقى البطوله فعلا ادت الهدف الغرض منها. في هنا نقطة كمان يعني أعتقد أنا وكريم برضو اتكلمنا فيها قبل كده كابتن محمد، وحضرتك تقول لنا رأيك، يعني مش بس من وراء التنظيم ده زي ما احنا بنتكلم ان احنا بنقول قد ايه احنا دولة تستطيع، لا احنا نستطيع من زمان الحمد لله، ولكن كمان فكرة هنا التركيز على ملف السياحة الرياضية. أنا فاكر يا كريم احنا اتكلمنا في ده كتير جدا، السياحة الرياضية قد ايه برضو ده بيكون دخل كبير جدا واستثمار واقتصاد بيفرق في الدول، فاحنا ماشيين في خطى أعتقد يعني قطعنا شوط كبير. يعني بأمانة فعلا النظرة السنة دي أو من سنتين بالظبط اختلفت خالص مع على العالم كله بالنسبة لمصر أو مكانة مصر. أولا دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة عامة ورياضة الكاراتيه بصفة خاصة، يعني فعلا في الثلاث سنين دول تم تكريم لعيبة أبطال الكاراتيه 3 مرات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. التكريم ده في حد ذاته رفع الروح المعنوية للعيبة وخلاهم فعلا يحافظوا على الصدارة وياخدوا أول عالم فعلا. الحمد لله رب العالمين، خد اول علم في الشباب والناشئين تحت 21 سنه، فده ساعد فعلا على رفع الروح المعنويه للعيبه، وفي نفس الوقت ادى ثقه كبير لهم. وفي نفس الوقت النهارده الاتحاد الدولي فخور جدا انه ينظم بطولات في مصر، وطلبنا منه بطوله العالم في مصر للشباب والناشئين هتعمل 2024 في مصر، ووافق لنا عليها ايضا. بطوله افريقيا اللي هتتعمل في شهر 12 ما جاتش مصر من سنه 98، يعني اكتر من 25 سنه ما جاتش مصر. النهارده ما تتعمل في مصر حاجه برضو كويسه وكبيره، وهتدي برضو فعلا النقله السياحيه اللي موجوده، لان هيجي على الاقل 22 دوله. البرايمر ليج اللي في شهر 9 ان شاء الله هيجي فيه على الاقل 60 دوله موجوده فيه. فان شاء الله رب العالمين حاجه كويسه لمصر. طبعا يعني هذا كم من البطولات في عالم الكاراتيه لوحدها، يعني ده معناه ان بطبيعه الحال اجنده حضرتك واجنده الاتحاد المصري للكاراتيه مزدحمه ومليئه بالتفاصيل ومليئه بالاولويات بطبيعه الحال. هو طبعا احنا اتحاد الكاراتيه بالذات هو اكبر نشاط على مستوى العالم وليس مصر، بمقارنه بكل الاتحادات، على اساس ان انا بعمل النهارده البطولات طول السنه
3 ايام في الاسبوع على مدار 8 محافظات لجمهوريه مصر. يعني المحافظه مثلا بطوله في اسوان في نفس التوقيت بتكون بطوله مثلا في اسيوط، في نفس التوقيت بطوله في اسكندريه، في القاهره، في جيزه، في 8 محافظات بالظبط، وزعت مصر كلها ل8 قطاعات. ده ساعد على انتشار اللعبه في جميع محافظات مصر. يكفيني فخر ان اقول النهارده بسبب هذا الانتشار عندي بنت من جنوب سيناء خدت اول جمهوريه، عندي لعيبه في منتخب مصر دخلت من قنا ومن الاقصر ومن البحر الاحمر، عندي بنت خدت الميداليه الذهبيه في اولمبياد الشباب 2018 من مركز شباب الحجنان من البحيره. ده ساعد على انتشار الكاراتيه بطريقه رهيبه فعلا، وتوسع الكاراتيه ادى فعلا الى ان النهارده احنا متربعين على العرش بالنسبه للكاراتيه على مستوى العالم، والعالم فعلا بدا ينظر لنا نظره ثانيه خالص فعلا. رائع جدا، يعني احنا بجد يعني سعداء وبنتمنى لكم دايما كده يا رب التقدم ورفع اسم مصر عالميا كمان ان شاء الله في الاولمبياد باذن الله. ترجعوا كده مكللين أيوة بالميداليات باذن الله. ان شاء الله. شكرا ليك يا فندم. الف شكر. من حضرتك كل التوفيق، اتشرفنا بوجودك معانا. شكرا جزيلا لوجود حضرتك، وبنستاذنكم هنطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل معاكم حواراتنا وفقراتنا. اتفضل.